السلام عليكم. اليوم رانا في شارع زيغوت يوسف بالمكان المقابل للمقر نتاع المجلس الشعبي الوطني وولاية الجزائر العاصمة. والآن رانا في مكان الآن يتم توسيعة الرصيف هذا المقابل للمجلس الوطني وباستعمال مواد جيدة. هذه المواد يعني هذا الغلاف الأرضي أو التغليف الأرضي اللي استعملناه كثير في مدينة الجزائر العاصمة في كل شوارع الجزائر العاصمة. استعملنا هذا يعني التغليف هذا، وهذا التغليف جيد، تغليف جيد رائع. هذا هو التغليف اللي كنا حابين نشوفه، والأشغال تبدو جيدة. على كل حال تبدو جيدة أشغال باستعمال يعني هذا التغليف اللي قلنا تغليف جيد، شفناه في كل شوارع المدينة تاع الجزائر العاصمة. إذن هنا الأعمال تبان مليحة، تبان مليحة، ولا حتى من النوعية، من قضية النوعية نتاع التغليف مليحة. وكذلك نحس أكثر انشراح، أكثر انشراح عندما نمشي في هذا الرصيف كيكون عريض، عريض يعطي أكثر يعني تحس بالراحة. إذن هذه هي الأشغال تاع التوسعة نتاع الرصيف نتاع الشارع زيغوت يوسف. وتم إضافة حوالي متر ونص، حوالي متر ونص إلى زوج أمتار تمت إضافتها في الرصيف هذا. إذن هذا هو الرصيف، التوسعة دياله. ولازم لا فينيسيون توجور توجور، لي جوان كي داروا جوان لازم ينقوا باش ما يبقاش الجوان هذاك خارج منه، من لازم ينقوا الجوان هذا كي يديروه لازم تكون الحاله نقيه بروب، يمسحوه ما يخلوهش هكذاك خارج. على اي حال التروطوار هذا كيعرضوه حاجة مليحة، حاجة مليحة كيعرضوه، حاجة مليحة. إذن خليكم تابعوا هذا الفيديو حول الأشغال نتاع أشغال نتاع الرصيف، نتاع الرصيف هذايا. إذن حالة جيدة.
هذا المواد هذه جيدة، تغليف هذه المواد جيدة، هذا النوعية هذه جيدة، نوعية جيدة. نيطواياج لازم نيطواياج، خدمة لازم لها نيطواياج، خدمة لازم لها نيطواياج، فو بيان نيطواي، فو بيان نيطواي، فو بيان نيطواي، فو بيان نيطواي، فو نيطواي. Я وهذا طافي قديم، هذا كارلاش قديم، توضع عنده بزاف، عنده واحد 10 سنوات ملي توضع، وهذا نفس النوعيه كما هذا اللي شفناه الان في الاشغال تاع التوسيعه نتاع الرصيف، نفس النوعيه هذه، نفس النوعيه. وهذا هذا اثبته الصلابة ديالو، لأنه استعملناه هذه مدة 10 سنوات في كل شوارع الجزائر العاصمة وأثبت الصلابة تاعو. إذا نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.